ثروت مين المقصود؟ أنا ولا ديني ولا بلادي؟ بناتي حدوتة حقيقية تبتدي بالتحية، سلام عليكم كل فرد في الأمة العربية، وخلصت التحية أول فاصل في الأغنية. الحكاية حكاية واحدة بس متنوعة شوية. 2008 كان بيخاطب في اليهود 30 مليار دولار تبنوا بيهم جنود، وكانت سطور واضحة مليانة بالعهود. بس أوصل للرياسة وأنا بحماس أشوط، إزاي أسد واحد على كل لون يكون؟ دلوقتي يكون معايا بكرة عدو أكون. يا عم سيبنا أقولها ولو بعديها موت، يمين شمال حمود بدل ما طقم السكوت. القدس عربية وغزة عربية، الضفة عربية وحيفة عربية. فعار عليك يا عربي توافق بالهوان وتسيب أمور حياتك بين إيدين الأمريكان. مين المقصود؟ أنا ولا ديني ولا بلادي؟ أمي ولا أختي ولا ولادي؟ بنادي بنادي بأعلى صوت ليا بنادي، بقولك إنك ملكش أي حق في استعبادي. مين المقصود؟ أنا ولا ديني ولا بلادي؟ أمي ولا أختي ولا ولادي؟ بنادي بنادي بأعلى صوت ليا بنادي، بقولك إنك ملكش أي حق في استعبادي. مش كل يومين نلاقي محاكمة مسلمين، سمونا إرهابيين، جابوا كل حاجة عالدين. العرب دول جاهلين، فولوا الشمال ويمين، كلام ده خارج من مين؟ من الأمريكان اسفين. مش كل حاجة تتدمر تقولوا باللادين، طب عشان فلسطين مين حيتحاكم؟ عراق، لبنان، كشمير، شيشان، أفغانستان، إيران، سودان وياجات كمان. دمروا برج التجارة، حطوا سفارة في عمارة، كله في ساق الدراما، وانتخبوا مبارك أوباما. بالأفلام الثقافية غزوا فكرنا، قلدناهم كلنا، عقلنا بقى في وسط جسمنا. أخدوا أرضنا، هتكوا عرضنا، قتلوا أهلنا، فين حقنا؟ بس طول ما في رب واحد، حلم واحد، هدف واحد، هنبقى رقم واحد. مين المقصود؟ أنا ولا ديني ولا بلادي؟ أمي ولا أختي ولا ولادي؟ بنادي بأعلى صوت ليا بنادي، بقولك إنك ملكش أي حق في استعبادي. مين المقصود؟ أنا ولا ديني ولا بلادي؟ أمي ولا أختي ولا ولادي؟ بنادي بنادي بأعلى صوت ليا بنادي، بقولك إنك ملكش أي حق في استعبادي. مين اللي قال حرق القرآن هيحل المشاكل؟ ضرب قتل في العرب، شوف في كم سنة فاتت، كم عيلة عشان تعيش تحت التراب باتت. أكاذيب كتيرة اتقالت، سيناريوهات اتعادت، وكله تحت بند العدالة الحرية لإصلاح الأمة العربية. أمتنا العربية لازم تتكلم، مفيش سكوت. سؤالي دلوقتي هو مين المقصود؟ مين المقصود؟ أنا ولا ديني ولا بلادي؟ أمي ولا أختي ولا ولادي؟ بنادي بنادي بأعلى صوت ليا بنادي، بقولك إنك ملكش أي حق في استعبادي. مين المقصود؟ أنا ولا ديني ولا بلادي؟ أمي ولا أختي ولا ولادي؟ بنادي بأعلى صوت ليا بنادي، بقولك إنك ملكش أي حق في استعبادي. مين المقصود؟ أنا ولا